الذاكرة كاش هي ذاكرة صغيرة تكون داخل المعالج بروسيسور وتعمل بكامل سرعته. ولكي نتعرف على أهمية الذاكرة كاش، يجب أولا التعرف على وظيفتها. لنفترض أن لدينا جهاز كمبيوتر بمعالج Pentium 3 تردده 1400 ميجا هرتز وبدون ذاكرة كاش، فيكون تردد الذاكرة الخاصة به 100 ميجا هرتز. وفي هذه الحالة فإن المعالج إذا أراد تنفيذ عملية ما وقام باستدعاء البيانات الخاصة بها من الذاكرة، فإنه سيقوم بالانتظار لمدة 14 سايكل حتى تصل هذه البيانات، ثم يقوم بمعالجة هذه البيانات وينتظر 14 سايكل أخرى، ثم يقوم بالمعالجة وهكذا. وفي هذه الحالة يوجد الكثير من دورات الساعة الضائعة، فبالرغم من سرعة المعالج فإن السرعة الفعلية للنظام تنخفض إلى سرعة الذاكرة رام وهي 100 ميجا هرتز. والآن لنفترض وجود ذاكرة كاش بداخل البروسيسور، وفي هذه الحالة ستكون سرعتها 1400 ميجا هرتز، ويتحكم الكاش كنترولر في نقل البيانات بين الذاكرة رام إلى الذاكرة كاش، ويقوم الكاش كنترولر بتوقع البيانات التي يريدها البروسيسور. وتقول شركة انتل أن نسبة صحة توقع البيانات تصل إلى 90%، معنى هذا أن البيانات الموجودة في الذاكرة كاش تكون هي البيانات التي يريدها البروسيسور بنسبة 90%، وتكون بيانات أخرى بنسبة 10%. وفي هذه الحالة يتم استدعاء البيانات الصحيحة من الذاكرة رام، وفي هذه الحالة فإن النظام يعمل 90% من الوقت بسرعة 1400 ميجا هرتز، وهي سرعة الذاكرة كاش، و10% من الوقت بسرعة 100 ميجا هرتز، وهي سرعة الذاكرة رام، وهذا الجزء من الذاكرة كاش يسمى L1 كاش، وسعته التخزينية في هذه الحالة تساوي 32 كيلو بايت. وهذا الجدول يوضح السعة التخزينية للذاكرة L1 كاش داخل المعالجات المختلفة. ولزيادة سرعة النظام أكثر، فإن البروسيسور تحتوي على ذاكرة كاش ثانوية وهي L2 كاش، وهي تعمل بنفس سرعة البروسيسور في الأجيال الحالية. وبالعودة إلى المثال السابق، فإن البيانات التي لا يجدها البروسيسور في الذاكرة L1 كاش سوف يجدها بنسبة 90% في الذاكرة L2 كاش، وبالتالي فإن سرعة النظام ستكون 90% من الوقت بسرعة 1400 ميجا هرتز، وهي سرعة الذاكرة L1 كاش، و10% من الوقت المتبقي ينقسم إلى 9% من الوقت بسرعة 1400 ميجا هرتز، وهي سرعة الذاكرة L2 كاش، و1% يكون بسرعة 100 ميجا هرتز، وهي سرعة الذاكرة رام. وهذا الجدول يوضح السعة التخزينية للذاكرة L1 كاش و L2 كاش داخل المعالجات المختلفة.